دلوقتي في فرصة ممكن ما تتكررش تاني انك تكسب 100,000 جنيه من البنك الاهلي. لو انت من عملاء البنك الاهلي فعندك بدل الفرصة 2 و3 انك تكسب مبلغ كبير زي ده. عايز تعرف ايه هي التفاصيل والشروط؟ تابعني بالفيديو ده هتعرف كل التفاصيل. البنك الاهلي المصري اعلن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن احدث العروض لعملائه تحت اسم زغللة خلال شهر اغسطس. قال البنك ان العروض دي سارية بس عند استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خلال شهر أغسطس. بيتيح كمان البنك الأهلي لعملائه اللي عندهم بطاقات الائتمان من خلال حملة الصيف الجديدة زغللة فرصة للفوز بجوائز نقدية بتوصل ل 100,000 جنيه. أكد البنك الأهلي أنه لما يجي العميل يستخدم البطاقة الائتمانية في عمليات مشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية عند التجار أو مواقع الإنترنت بحد أدنى 1,000 جنيه شهرياً، هياخد فرصة للسحب على جائزة نقدية وده من إجمالي عدد 30 جائزة. الحملة الترويجية دي سارية بس على شرائح منتجات البطاقات التالية: فيزا كلاسيك، ماستر كارد ستاندرد، مصر للطيران، ماستر كارد تيتانيوم، مانشستر يونايتد، فيزا جولد، فيزا ماستر كارد بلاتينيوم، ماستر كارد وورلد، بمعدل كمان 3 جوائز لكل شريحة شهريا بإجمالي 6 جوائز عن شهر يوليو أغسطس 2022 واللي هم مدة الحملة الترويجية. كل مبلغ 1000 جنيه إجمالي عمليات مشتريات شهريا استخدمت فيها البطاقة الائتمانية بتمثل لك فرصة واحدة للفوز. يعني مثلا لو اشتريت ب 1900 جنيه فأنت عندك فرصة واحدة، ولو اشتريت كمان ب 2100 فبقى عندك فرصتين. العميل كمان له الحق انه يفوز بالجائزة مرة واحدة خلال مدة الحملة الكاملة، يعني ما ينفعش يفوز غير مرة واحدة بس. كمان العميل ملوش حق انه يتنازل عن مبلغ الجائزة لحد تاني. البنك برضه هيقوم بإضافة مبلغ الجائزة بشكل تلقائي لحساب العميل الفائز، أو هيقوم بإصدار شيك مصرفي لصالح العميل الفائز في حالة عدم احتفاظه بحسابه باسمه قائم في البنك. في حالة كمان إغلاق البطاقة الائتمانية الفائزة لأي سبب من الأسباب، بيسقط على طول حق العميل الفائز في الحصول على مبلغ الجائزة أو المطالبة بيها. بيتم كمان التواصل من جانب ممثل البنك مع العميل الفائز على الموبايل، وفي حالة كمان تعذر الوصول بيحق للبنك إتاحة فرصة الفوز لعميل آخر. هيتم كمان إجراء السحب في شهر أغسطس 2022 للعملاء اللي استخدموا بطاقتهم الائتمانية خلال شهر يوليو 2022، وده وفقا لتاريخ عملية المشتريات. هيتم كمان إجراء السحب في شهر سبتمبر 2022 للعملاء اللي استخدموا بطاقتهم الائتمانية خلال شهر أغسطس 2022، وده وفقا لتاريخ عملية المشتريات. هيتم كمان استبعاد البطاقات المقفولة خلال مدة الحملة الترويجية من الدخول على السحب. وكمان ممكن لو عندك بطاقة إضافية هتتعامل كأنها بطاقة منفصلة، ويبقى أنت وحامل البطاقة الإضافية عندكوا فرص للفوز. العميل اللي مكسبش في سحب شهر أغسطس 2022 يقدر يدخل سحب شهر سبتمبر لو استوفى فيه كمان الشروط، بس لازم تبقى عارف انه مش هيتم احتساب حركات تقسيط عمليات المشتريات عند التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري ضمن إجمالي عمليات المشتريات الشهرية عند احتساب عدد فرص الفوز للعميل. طيب ايه هي كل الجوائز دي؟ الجائزة الأولى 100,000 جنيه وعدد الجوائز 10، الجائزة الثانية 80,000 جنيه وعدد الجوائز 10، الجائزة الثالثة 60,000 جنيه وعدد الجوائز 10.